برحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل، وخلونا دلوقتي نتابع حالة الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الجو هيكون حر على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وهيكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء. وبالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهاردة كمان هيكون أو كان في شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على كافة أنحاء مع وجود فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذه بسامه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. ايه ابرز توقعات درجات الحراره النهارده، وهل فعلا في ثبات في حاله الطقس خلال ال 48 ساعه الجايين؟ لا بالعكس، ده في ارتفاع طفيف في درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه وخاصه شمال وجنوب الصعيد. في طبعا زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وبالاضافه كمان ان احنا بتاثر بكتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فبتجعل الاجواء خلال فتره النهار حر على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات جنوب سيناء بتكون معتدله الحراره على سواحلنا الشماليه، كل المناطق المطله على البحر المتوسط هتكون شديده الحراره على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. اما خلال فترات الليل ايضا في ارتفاع في درجات الحراره الصغرى، والاجواء يعني بدانا نشعر بالاجواء اللطيفه خلال فترات الليل على اغلب مناطق الجمهوريه فيما عدا سواحلنا الشماليه، الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده خلال فترات الليل. بالاضافه كمان ان احنا بنشهد خلال الساعات الاولى من الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل تكون لشبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه احيانا، لكنها هي شبوره مائيه خفيفه بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 6:30 7 الصبح الدنيا بتبدا الشبوره معاها بتبدا تخف على اغلب الطرق وما بتاثرش تماما على حركه المرور. بالاضافه كمان ان اليوم في توقعات لنشاط للرياح على كافه انحاء الجمهوريه، سرعات رياح هتكون ما بين ال 35 لل 45 كيلو متر في الساعه، نشاط رياح ده هو اللي هيسود احساسنا اكتر بالاجواء الربيعيه وتلطيف الاجواء خاصه بعد فتره الظهيره. بالاضافه كمان ان اليوم في توقعات لتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، وبدات بالفعل على سواحلنا الشماليه الغربيه، هيكون معاها طبعا فرص لسقوط الامطار الخفيفه، تكون على فترات متقطعه من اليوم وبتختلف طبعا من منطقه لمنطقه، لكنها في المجمل الامطار غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوم. طيب دكتوره منار، هي نسب الرطوبه بدات ترتفع نسبيا في اليوم، لان غدا الكتل هتبقى كتل هوائيه قادمه من على الصحراء، فنسب الرطوبه هتنخفض، بس احنا بدانا نشعر بارتفاع نسبي في نسب الرطوبه خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل، فبتبقى طبعا خلال ساعات النهار ما بين ال 25 لل 35%، خلال ساعات الليل بتكون ما بين ال 80 لل 85%. خلينا نقول كمان ان احنا غدا هنبدا كمان نشهد ارتفاع اخر في درجات الحراره، يعني احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 31 درجة مئوية، غدا متوقع تكون 33 درجة مئوية، يوم السبت القادم متوقع ان هي تكون 34 درجة مئوية، فتبدا درجات الحرارة ترتفع عن المعدلات بحوالي من درجتين لثلاث درجات، هتظل معاها الاجواء حارة خلال فترة النهار، لكن المحافظات اللي هتحس اكتر بارتفاعات درجات الحرارة هي محافظات جنوب البلاد زي طبعا المنيا واسيوط والاقصر واسوان. هل في نصايح معينة حضرتك بتقدميها للفلاحين خاصة اللي بيقوموا بعملية حصاد القمح اليومين دول؟ هي طبعا احنا فترات نشاط الرياح دايما بتبقى فترات يعني بعد فترة الظهيرة في فترات المساء تقريبا وساعات المغرب، فبيبقى في نشاط للرياح. احنا ممكن لو احنا طبعا للساده المزارعين تحديدا نأجل فترة طبعا القمح او حصاد القمح في الفترة دي تحديدا، ممكن خلال ساعات الصباح او ممكن خلال ساعات الليل المتأخرة، نشاط الرياح بيهدأ نوعا ما. بالاضافة كمان السادة المواطنين كافة يعني مع وجود الشبورة المائية اللي بتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وخاصة السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور، السادة المواطنين نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، لأن هي الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم تقريبا من الساعة 12 الظهر للساعة 2 أو 3 العصر.
نبدا بقى في تناول طبعا المرطبات والسوائل، ونبدا نتعود ان احنا دايما معانا ازازه الميه في ايدينا طبعا، لان بعد كده هنبدا نشهد ارتفاعات في درجات الحراره. بنتمنى السلامه اكيد لجميع المواطنين. الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، كل الشكر لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة الكبرى 31، الصغرى 20، الإسكندرية الكبرى 26، الصغرى 18، مطروح العظمى 22، الصغرى 17، سيوة العظمى 28، الصغرى 17، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 19، دمياط العظمى 24 الصغرى 19، الإسماعيلية العظمى 31 الصغرى 18، السويس 31 العظمى الصغرى 19، العريش العظمى 25 الصغرى 18. أما طابة العظمى 31 الصغرى 20، سانت كاترين العظمى 28 الصغرى 12، شرم الشيخ العظمى 34 الصغرى 25، الغردقة 34 العظمى الصغرى 23، مرسى علم العظمى 35 أما الصغرى 24، الفيوم 31 العظمى الصغرى 19، بني سويف العظمى 31 الصغرى 20، المنيا 34 العظمى الصغرى 20، أسيوط 36 العظمى 22 الصغرى، سوهاج 37 العظمى الصغرى 22، إنا 39 العظمى الصغرى 23، الأقصر 40 العظمى 24 الصغرى، أما أسوان 41 العظمى 25 الصغرى، الوادي الجديد 40 العظمى 23 الصغرى، شلاتين 35 العظمى الصغرى 20، حلايب 32 العظمى 21 الصغرى. دلوقتي نرجع تاني لشاذلي ونكمل مع أخبارنا.